حج هشام بن عبد الملك. فتزاحم الناس على الحجر فلم يستطع ان يصل الى الحجر من الزحمة. فادبا منه وهو امير المؤمنين ابى، فوجد الناس كلها توسع للشاب وضيء الوجه، توسع الى ان دخل وقبل وترك. فامير المؤمنين حدثت له غيرة، مع الله ايه ده، من هذا؟ فالفرزدق رد عليه بقصيدته العصماء التي مدح فيها هذا الشاب المضاء الوجه علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عن اهل البيت. سبحان الله، وليس قولك من هذا بضائره، يعني مش تساؤلك عنه انه يعني يقلل من شان العرب، تعرف من انكرت والعجم. سبحان الله، يعني سبحان الله، ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم، الى اخر قصيده عجيبه وكنا نحفظها صغارا، حفظوها لاولادكم. سبحان الله، انا اقول هذه المكانه، هذه المكانه، سبحان الله، هذا هو العز، العز الذي لا يبقى. فاستعذ بالله، عزك يستقر ويثبت. اللهم اجعل عزتنا بك وتوكلنا عليك ويقيننا فيك يا رب العالمين. اذكرنا في من ذكرت، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير منه. اللهم اذكرنا في ملأك يا رب العالمين، وارض عنا وتقبل منا، واغفر لمسيئنا وتجاوز عنه، وتقبل من محسننا ووسع له ويسر لنا أمورنا، وقنا عذاب النار، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.